اللي هو كان انت كسول استلج والكلماتكس خش على الكلماتكس خش على العضلات خش على الموشن خش على التقييد يلا بينا الموشن طبعا ايه فريكشن وكستلشن على الفرق كلها الراجل ده بس عايز يصفر فريك في نقطه فريكشن ازاي شكرا جزيلا لا يقولك ازاي الموشن اوبريشن شكرا جزيلا وده يقولك برضه ايه الكونكشن عامل كده فوق شكرا جزيلا ايوه وكده ايه لسه بس للاسف الكتاب بيجي كده على فكره الكتاب بيجي انا جبتها بقى تحت خالص على امك يا عم انا بقول شكرا احنا الكونكشن بتاعنا كده
وبعد انت بتصلي قبل ما تخش من ايه؟ قبل ما تخش هو كمان مش موضوع. طيب فنلاحظ حاجه هنا ان الفريكسو بتوع الفوق واخدين اختلاف وقت نفس واخدين مسكو كوتينيس واخدين ميديان واخدين ميديان صح؟ جميل. يبقى لو في عصب من الاعصاب عصب له انجن من الاعصاب دي كان يشتغل صح كده؟ جميل. طب بص كده بقى اكستنشن مين اللي بيعمل اكستنشن؟ ومين كمان؟ ايه الاعصاب اللي بتغذي الترايسيس والكورنيس؟ ريديان نيرف. يعني واخدين من عصب واحد اللي هو ايه؟ الريديان نيرف. يبقى انت متوقع لو الريديان نيرف حصل فيه انجري صح كده؟ صح كده. بس هو هنا يعني في نقطة خارج الموضوع يعني تيزة شوية خلينا وخلنا بس يعني مش موضوعنا في موضوع حديثة الـ الترايسبس بتاخد للريديان نيرف قبل ما يدخل السبايرال جروف. عارفين ان الريديان نيرف بينزل البوستيريور فوق يخش على البوستيريور فوق على البوستيريور ارض ويخش يعدي حته اسمها ايه؟ سبايرال جروف. قبل ما واحيانا كثيره هنا بيتزنق الريديان نيرف فقبل ما يخش في السبايرال جروف بيكون انت مين؟ الترايسبس او هيست او الدين منها مش فاكر. وبالتالي ممكن تلاقي ان في انجري ديستال في الريديان نيرف بس الاكستنشن شغال. ليه؟ لان قبل الانجري واصل قبل المشكله هنا ايه؟ المشكله مثلا تحت. يعني انت ماشي تدي مثلا بتوصل ميه مواسير ماشيه لحد تحت ففي في ماسوره يعني بايظه ايه قدام بس تحت شغاله تدي. يبقى صحيح الماسوره دي اسمها اللي انتوا مسمينها الريديان نيرف بايظه بس قبل ما ايه؟ قبل الحته اللي هي تبوظ فيها موصله ميه للمنطقه دي. انا مثلا انا قدام وانت ورا انا بيجي لي ميه بتاعتي شغاله فالميه جايه من ورا شغاله عندك انت المصلوبه باظت. يبقى لو الريديان نيرف له انجري له ليفل انجري هتلاقي ايه الستيل معاك الاكستنسور بتوع الانفو شغالين. ده يعني نقطه خارج الكلام وعلمناش كده بس الايه احنا قلنا دلوقتي ان الكربوهيدرات بياخد من كذا بيكسر بياخد من كذا لغايه الله. اكبر عضله في عضلات الانفوفليكسور هي البكياج. شكرا جزيلا. واللونجست ماسل في عضلات الفليكسور هي البكياج. اطول عضله هي مين؟ البكياج. واضخم او بص فوليوم حجم يعني بص فوليوم هي مين؟ البكياج. طبعا ده البايسبس هي البلاكيوريالس. البلاكيوريالس دي تحت البايسبس ماشي ما بتعرفش تعملها تحت فالديشن يعني العضلات اللي ما بتعرفش تعملها فالديشن ماسكه فين؟ ماسكه في الالبر تيبوز بتاع مين؟ الالبر. واختها البايسبس ماسكه فين؟ في الريديان تيبوز بتاع الريديوس. كلام جميل. ايه الفرق في الفليكشن ما بين بايسبس و بلوكيالس و بلوكيالس؟ بايسبس بتعمل فليكشن من صغر ميدي بوزيشن هكذا. البلوكيالس بتعمل فليكشن من ميدي بوزيشن هكذا. البلوكيالس بتعمل فليكشن من ميدي بوزيشن او ما يسمى السلام عليكم. يبقى عضله السلام عليكم هي ايه يا شباب؟ اما حد يخش عليك يقول لك السلام عليكم قول له بوز الاودينس. انت كده حرقت. يبقى فريكشن بوزيشن ايه يا شباب؟ بوز الاودينس. فريكشن من سوبرميتد بوزيشن بايسبس. فليكشن من كورنيت بوزيشن اساسيه ماشي. وده يا شباب ده اراد من فرع او وصمه للعضلات بتاعتنا.
دي الوجه والجالس. بص لما تحط القرف كده لو حد مصفر شويه لو حد فيكم جرى مصفر شويه واللي يعمل هتحس ايه العضله تلاقيها بتبقى باوزن فوق كده او تبقى بتبص فوق كده. بص بتحس بتبان كويس قوي في الناس المصفره بيبقى سهله. سيب انا اسيب ورا كده بس ما تحطش فيها اصبعك كده بس وسهل ايه جيو يا فايد خلاص دلوقتي والجالس ماسكه في الايه؟ في الدستال كاند بتاعت الهيموس وماسكه في الدستال كاند بتاعت الريتس. طبعا الجدول ده عشان يقول لك الفوليوم اللي هو الحجم واللينس. وقلناها من شويه انواع اكبر فوليوم في العضله الفليكسور والجالس. عظيم. بليز اتفضل. طيب الرسمه دي عايز تقول ايه؟ الرسمه دي دلوقتي هو ديالس. جميل. بص كده قال دلوقتي هو ديالس وفي ده بقى اول بتاعها اهو صح كده. جميل. اللي هو الأرض بتاعها أطول من الأرض وهي أكبر عضلة في الحجم وبالتالي هتطلع أكبر فورس. يبقى بالتالي الطرق الناتج عن الركب والجالس أكبر فورس ولا لأ؟ صح؟ احنا أخذنا السنة اللي فاتت إن الطرق بيساوي القوة في ذراعها. صح؟ القوة في ذراعها إن هي الإف في الإيه؟ في الإف في إيه؟ صح كده؟ الليبر ارم بتاع الايه؟ بص الرسمه بتقول لك عضله. قلنا لك من شويه الفاكي والجالس دي عضله كبيره. والعضله الكبيره متوقع تنتج فرص كبيره. جميل. والليبر ارم بتاعها زي ما انتم شايفين اهو بص قد ايه؟ الليبر ارم اللي هو المسافه ما بين البوينت اوف ابلكيشن اند الاكس بتاعها. ادي المسافه من هنا لحد هنا اطول مسافه. البايسبس اقل والثانيه اسمها ايه؟ والبراكيز اقل. يبقى متوقع ان العضله دي تديك اقصى قوه او اقصى فرص بتاع الفليكشن. شكرا جزيلا للرسمه دي. اسمع معايا الكلام اللي جاي ده عشان في شيء بالصعوبه. اسمع معايا الكلام اللي جاي عشان بنفضل في شيء بالصعوبه. نعم. هو ده عامل اطول عضله ومين اطول عضله؟ العضله المقاومه اللي كنت بتوع الجيم يقول لك ايه؟ العب فوق العب فوق. هو ما يعرفش يعني ايه اطول ضايع فوق. البايسبس عضله بولي ارتيكولا. يعني ايه بولي ارتيكولا؟ يعني بتعدي على اكثر من لفه صح الكلام؟ وبالتالي فان هي بتعمل الريفلكشن تنظر الريفلكشن لان هي عندها حته
بتعدي على الصفرة والبيض لبن، يبقى بتعدي على الإنبو، بتعدي على الشوط، يبقى بتعمل إيه؟ بتعمل فليكشن إنبو، فليكشن شوط. طيب قال لك بافتراض إن هي نظرة بقى كده، نظرية بقى كده، هنفترض مثلا إن أنا واقف كده وإيه؟ والقلب بتاعي اكستنشن هكذا، القلب بتاعي اكستنشن، وافتراض ان انا هعمل قلب فليكشن وهشغل مين؟ هشغل البايسبس. طب دول نظريا كده لو انت والله شغلت ايه؟ شغلت البايسبس لحد 90 درجه، المفروض بقى انت كمان شغلت البايسبس تشغل معاها مين؟ الشوط، شغلت الالبو مش هي بتعمل فليكشن في الالبو، فليكشن في الشوط بقى، يبقى نظريا كده انا كنت واقف كده اهو عند زيرو اكستنشن كنت عامل فليكشن، فطبيعي ايه؟ اشتغلت معايا صح؟ مش ده المنطق كده؟ هي اشتغلت وحصلها كونتراكشن، هتبقى واخده الالبو واخده مين؟ الشوط. يبقى نظريا كده هيقول لك مثلا خليك بس معايا للاخر وايه امشي معايا في الفوضيه لحد الاخر. بفرض مثلا ان انا ان البايسبس بتاعتي دي طولها 30 سم في طولها كام؟ طيب واختار عامل ايه يا شباب؟ واختار عامل 90 درجه فليكشن في الالبو، فقصرت من 30 الى 23 سم، يبقى كده هي اتحركت قد ايه؟ 7 سم. طيب وبفرض ان السبع سم دول اتحركوا في زمن واحد ثانيه، يبقى سرعه انقباض البايسبس من واحد ثانيه كام؟ 7 متر او 7 سم على الثانيه، صح كده؟ صح، مسافه زمن السرعه. جميل. فبيقول لك مفترض او انت منتظر ان انت تلاقي الشنطه بتاعك كمان حرك مثلا لحوالي 45 درجه فليكشن، مش انت واقف كده اهو وبصيت اشتغلت فراحت ايه؟ مشغله الايجو فليكشن ومشغله معاها مين؟ الشنطه، ووصلت لحد كام؟ 45 درجه بالشكل ده. كلام جميل. طيب زي كما فين الصوره اللي واضحه قدام حضرتك كده. طب انا وانا واقف بص كده وانا بحرك القلب بتاعي، هل الشنطه بتاعي بتتحرك؟ ما بتتحركش صح؟ طيب ليه ما بتتحركش؟ طبيعي بقى بغض النظر عن التنظيم، لان والله في عضله ثانيه بتشتغل معانا اللي هي مين؟ اللي هي البوستيريور بالبوينت من ورا. طب بتشتغل ليه؟ بتشد الدراع من ورا تحط اكستنشن، يعني هي اللي منعاني اعمل كده، هي البوستيريور بالبوينت. ايوه هي اللي منعاني اعمل كده. اه بص حضرتك كده نرجع تاني نقول بقى في الوضع الطبيعي بقى اللي هو الحاصل اللي بيحصل مع الناس في وجود الشولدر اكستنشن بواسطه البوستيريور بالبوينت، وانت اتحركت بال 30 درجه اللي قلت اتحركت، انا اسف، اتحركت بال 30 سم، كنت واقف في الاكستنشن وكنت 30 سم ورحت اعمل فليكشن لحد 90 في 1 سم، هتلاقي ان المسافه اللي مشيتها البايسبس او الكونتراكشن العضله اصبح طولها كام؟ 25 سم، فمشيت كام؟ 5 سم في الثانيه، صح كده؟ طولها 5 سم في الثانيه. يعني في وجود البوستيريور بالبوينت والالبو اكستنشن هتلاقي ان السرعه بتاعت العضله اقل، صح؟ لان هي اتحركت من 30 ل 25 بس، لان هي الدلتويد شدها لورا زي هنا كده في الصوره اللي تحت. بص كده هو واقف اهو ادي 30 سم،
بيتحرك لو بتفاضل اللي هي هتشتغل على القلب والشرطه التقدير ده 23 بتفاضل ان الدكتوره شغاله الموشن بتاعتها بقت 25 يعني السرعه بتاعه الانقباض كانت 20 قلت. طيب خليني اقول لك سؤال صغير كده، هل لما تبقى السرعه بطيئه القوه بتزيد، ولا لما تبقى سرعه الانقباض سريعه القوه بتزيد؟ القوه بتاعت الانقباض او القوه اللي طالعه من العضله اثناء الانقباض بتكون اكثر مع الانقباض السريع ولا الانقباض البطيء؟ لما اعمل كده لا عكسيه يا دكتور، بطيئه تديك قوه اعلى ولا لما اعمل كده؟ ما بالراحه كده تديك قوه اعلى. ها علاقة عكسيه، علاقة عكسيه. مين يقول تاني؟ ايوه عكسيه. مين ثالث؟ عكسيه. ايوه حد عايز يقول كلام تاني غير الكلام الاولاني؟ حد نفسه في حاجه عايز يقولها؟ طيب فعلا زي ما حضراتكم بتقولوا العلاقه عكسيه، كلما قلت سرعه الانقباض او الفيلوستي بتاعت الكونتراكشن كلما كان الفورس اللي طلع من العضله اكثر. الكلام ده احنا اخدينه قبل كده، احنا اخدينه قبل كده ودي معلومه يعني معروفه، بس انا بس ايه بدخلها وبفكرك بيها عشان اقول لك. طيب لما نلاقي في الوضع الثاني ان حصل فيه كونتراكشن للبايسبس وكانت شغاله معاه البوستيريو ديلتويد حاطه الشولدر في اكستنشن السرعه قلت، يبقى اذا الفرصه اللي طالعه للبايسبس في حاله وجود الاكشن بتاع البوستيريو ديلتويد اكثر ولا اقل؟ اكثر. اكثر ليه؟ صح؟ يبقى اذا وجود البوستيريو ديلتويد خلاها تتحرك ببطء يبقى القوه اللي طلع منها اكبر، يبقى اذا الافضل والامثل ان هي تشتغل في وجود مين؟ البوستيريور ديلتويد. وده الحاصل، انا مثلا لما اجي اشيل حاجه كده او اجي اعمل ريفليكشن في القلب وكده انا ما بعملش كده، ما بفعش معايا الشنطه لان البوستيريور ديلتويد شغاله معايا. شغاله معايا ليه بقى؟ اسمع دي، عشان تكون بالانس الاكشن بتاع البايسبس او الفليكشن والقوه بتاع البايسبس على الشنطه، فتقوم ايه؟ فتقوم البوستيريور ديلتويد تعمل اكستنشن في الشولدر فتعاكس او تضاد الفليكشن اللي بتعمله البايسبس على الشولدر، يتبقى وحيدا المورد وحيدا مين؟ الفليكشن على القلب، يطلع بشكل ضريب بشكل ضريب. وده حاصل وده موجود دلوقتي، بس احنا بنشرح لك بقى من ناحيه الميكانيكا ليه بيحصل. وصلت ولا اقول تاني؟ لا بس بلدنا. بص حضرتك بس سريعا بقى ركز معايا عشان ايه؟ عشان ما تفهمش بس يعني كل ناس تاني، فعشان ما تفهمش المعلومه وانت فاهم المعلومه تثبت عنده بعد اذنك. بص حضرتك احنا بنقول والله ان الاكشن بتاع البايسبس على الالبو هو الالبو فليكشن وعلى الشولدر هو شولدر فليكشن، ومتوقع ان انت لما تشغل البايسبس تعمل الاثنين اكشن مع بعض. تعمل هو انت هتلاقي واحد وتسيب الثاني؟ لا طبعا، ولكن الواقع او الفعلي ان ده مش حاصل. ليه؟ لان عندك اثناء ما انت بتعمل الالبو فليكشن في البايسبس بتلاقي اختها او اللي في الناحيه الثانيه اختها البوستيريور ديلتويد بتشتغل معاها في نفس الوقت عشان تعمل اكستنشن في الشولدر، يبقى الاكشن بتاع البايسبس اللي هو الفليكشن على الشولدر بيضاد او كاونتر برانسد او بيعادل بالاكشن بتاع البوستيريور ديلتويد على الشولدر، ومن ثم الكلام ده يديك بيور الفليكشن. الكلام ده فسروه، حب يفسروه ميكانيكيا، قال لك والله لو هو انت مثلا بفرض ان طول البايسبس 30 سم وعملت لها اكشن عملت لها وعملت فليكشن في الالبو وعملت معاها فليكشن في الشولدر، فالكلام ده خلاها تقصر بقت كام؟ بقت 23 سم، فاذا سرعتها 7 سم في الثانيه،
طب في وجود البوستيريور جوينت وخليتها ترجع لورا شويه، عملوا الايه التجربه هي اياها، والليس بتاع الباسيبس كان 30 عملت فليكشن بقت 25. يبقى اذا اصبح ان السرعه اللي وصلتها 5 سنتي في الثانيه الواحده، يبقى اذا السرعه بتاعتها 5 سنتي في الثانيه. يبقى اذا في وجود البوستيريور جوينت السرعه بتاعت البايسبس قلت، وده يديك توضيح ان ليه اصلا بيشتغل البوستيريور جوينت، عشان تخلي السرعه بتاعت البايسبس اقل، وبالتالي لما السرعه اقل يبقى القوه اللي طالعه منها اكتر، يبقى ده الوضع الانسب اللي هي اشتغل فيه، ان هي تبقى اشتغل بسرعه اقل في وجود البايسبس في وجود البوستيريور جوينت، وده افضل ما اشتغل بسرعه اكتر في عالم وجود البوستيريور جوينت كما في الرسمه دي. احمد تكون فين؟ الفليكشن تورك اللي طالع من الفليكسو حوالي 70% جريتر ذان الاكسترنال، والفليكسو تورك اللي طالع من الفليكسو تورك اللي طالع من الفليكسو تورك الكو وهو سوبرنيتد بيزيد بحوالي 20 إلى 25% عن الفليكسو تورك اللي طالع من الكو وهو برونيتد. ليه؟ لان العضلات دايما كل ما كانت حجم العضلات اكبر كل ما كان الفورس او التورك اللي طلع منها اكبر. ماكسيمم الكو كونتراكشن فورس بيقول لحضرتك والله ان الماكسيمم تورك بتاع الالبو بيطلع عند 90 درجه فليكشن. عند كام؟ 90 درجه فليكشن. انا بشيل حاجه بشتغل كده، ده اكتر ايه؟ اكتر طرق بيكون فيه الفليكسور بتوع الايه؟ الالبو. طب وكده؟ لا. طب كده؟ لا. انت لو شلت حاجه كده، لو شلت كده شيل بص كده شيل الكوست دوت ده تقيل شويه. شوف انا كده احسن لي ولا كده؟ ولا كده؟ صح كده؟ صح؟ انتوا بالتجربه العمليه وانت شايل الايه؟ الكرسي ده او اي حاجه، ده افضل وضع بالنسبه لك. يعني انا لو عملت كده هتعب بسرعه، لو عملت كده برضه هتعب بسرعه. يبقى اذا ده يؤكد الكلام اللي انا بقوله لك، ان الماكسيمم تورك بتاع الالبو فليكسور عند كام؟ 90 درجه. واحمد اقول لك معلومه كمان، قال لك الماكسيمم فورس بيحصل عند 80 درجه، وقال لك ان الماكسيمم او افضل ليفل ارم بتاع العضلات الثلاثه بيحصل عند 100 درجه. الماكسيمم فورس عند 80 درجه، الماكسيمم تورك 90 درجه، الماكسيمم ليفل ارم عند 100 درجه. يبقى انت كلهم بتلعب في نفس المنطقه في الحته دي كده من 80 ل 100. يبقى بالتالي افضل وضع بتشيك فيه او بتشغل فيه الالبو فليكسور كام؟ 80 ل 100، لان فيها افضل ليفل ارك وافضل فورس طالعه وافضل توك طالع. طبعا دي رسومات بتوضح لك الايه يعني بشكل بياني، يقول لك والله افضل ايه؟ افضل توك عند كام؟ يعني لما تيجي تبص للشكل البياني اللي فوق هيقول لك مثلا لو بنتكلم على التوك هتلاقي اللي فوق هو 90، لو ليفل ارك هتلاقي اللي فوق هو ال 100 وهكذا. دي اشكال بيانيه بتوضح لك فيها الكلام اللي احنا قلناه. احيانا الكتاب بيقول كلام كتير وعايز اطلع منكم معلومه قليله. الالبو اكستنسور قلنا الكوايسبس والكوليكس. ماشي. بيقول لحضرتك ان اكبر عضله في الالبو اكستنسور بيها فوليوم هي اللونج هيد اوف الكوايسبس. الكوايسبس طبعا العضله الثلاثيه في الرؤوس ليها ثلاث رؤوس. اكبر واحد فيهم في الحجم هو مين؟ اللونج هيد. ادي الايه؟ ادي الترايسبس بشكل الاتوم يعني. ده اللونج هيد وده اللاتر هيد والميديال هيد بتاعها، بس ايه؟ تحت الميديال هيد اللي هو تحت اللونج هيد. يبقى عندنا ميديال وطر واللونج هيد.
احنا نفس الرسومات الثانيه بتوضح نفس الاعضاء. طبعا شكلين الاعضاء الصغيره هيك والانفول حتى الحمراء دي شايفينها انا بعلم عليها هي دي الانفول الاستنشن اوف البوكس تنشن. بيقول لحضرتك ان البوكس تنشن بيبدا اول ما بيبدا بمين؟ الكونيس وبعدين يكمل بالترايسبس. في عضلات دايما كده في كل الموشنز الاعضلات الصغيره بتبدا الحركه سم الله وبعد كده ايه الرجاله الكبار يخشوا من الرجاله الكبار الترايسبس من الصغيرين الانكونيس هي اللي بتبدا الموشن وهي اللي بتكمل. الجدول ده بيقول لك ان طبعا اكبر فوليوم هو اللونج هيد واطول عضله هي اللونج هيد في الترايسبس هم في الاكستنسور بتوع الارض في الاكستنسور بتوع الالبو اللونج هيد هي اطول عضله وهي اكبر عضله. Elbow extension typically is combined with some degree of shoulder flexion. Elbow extension typically. نعم. المايك مش شغال. كده شغال. طيب ايه الصورة اللي جاية ده؟ شوف كده. لو انت بتزق كده. شويه شوطه فليكشن صح؟ يبقى اذا الالبو اكستنشن بيبقى اسوشيتد معاه شويه شوطه فليكشن. طب ليه؟ هو ده السؤال. قال لك الترايسبس تو جوينت مصر تو جوينت مصر يعني تعمل ايه؟ تعمل البو اكستنشن وشولدر اكستنشن. الله يفتح عليك. وبالتالي لما هتيجي تعمل شولدر اكستنشن لما تيجي تعمل البو اكستنشن بالترايسبس هتلاقي ان هي ايضا شغاله على الشولدر وعملها اكستنشن عشان الاكشن بتاعها يبقى افضل وضع ويديك افضل برفورمانس. بتلاقي ان الانتيريو دلتويد شغاله معاك لما يبقى عند حضرتك الترايسبس شغاله عشان تعمل البو اكستنشن بتلاقيها ان هي اخذت معاها شولدر اكستنشن. ما هي تو جوينت ماسل بوري ارتيكولار ماسل بتشتغل على اثنين جوينت مع بعض تعمل البو اكستنشن وشولدر اكستنشن. طيب علشان الحركه بتاعتها تبقى على افضل وضعيه افضل ما يكون وجدنا ان اللي بيشتغل معاها مين من قدام؟ عشان تعمل ايه؟ تعمل البو فليكشن. البو فليكشن ليه؟ عشان يضاد ويكونتر بالانس الشولدر اكستنشن تندنسي بتاعه الترايسبس يقوم يديك بيور البو اكستنشن زي ما هو في الصوره قدام حضرتك كده يديك بيور البو اكستنشن ويديك افضل طرق من البو اكستنشن. عشان كده بقول لك ان انت لما بتيجي تعمل البو اكستنشن بتجد انفولنتري معاه شولدر اكستنشن شولدر فليكشن صح؟ ودينا مثال اقفل الباب انت كده بتيجي تقفل الباب كل ما بتقفل بتعمل البو اكستنشن وبتلاقي الشولدر بايه؟ بيفليكس.
لما اقول لك الصوره دي جت في الامتحان اقول لك فسر الوضع دهوت او ليه بيحصل شوت ريفليكشن هنا اشرح لي الكلام ده وبتجيبها اقول لك والله تيجي تقول لي ده ايه ده ترايسبس وجوينت ماسل وتيجي تعمل اسلامة بتعمل البوكس بنشن بتعمل شولدر اكستنشن وعشان احنا نتخلص من الشولدر اكستنشن اللي احنا مش عايزينه بنشغل معاها او مش بنشغل معاها يعني ربنا عز وجل بايه بيخلينا او خلي خلال على هذا الوضع يعني تلاقي من الانتيريور دلتويد شغاله معايا فلما الانتيريور دلتويد شغاله تعمل ايه؟ تعادل التندنسي بتاعه الترايسبس ان هي تعمل ان هي تعمل ايه؟ اكستنشن في الشولدر وبالتالي يطلع لك بيو فليكشن ويديك افضل برفورمانس للبيو للبيو ريست وبالتالي يديك البوكس فينشن ويديك افضل برفورمانس للبوكس سنسور. طيب الماكسيمم تورك اوف البو اكستنسور انجل ايه افضل زاويه تجد فيها ماكسيمم تورك اوف البو اكستنشن 90 درجه برضه ريفليكشن برضه ريفليكشن افضل درجه تجد فيها الفورك بتاع الاكسنسور كام 90 درجه بس دي بقى حاجه هنا مختلفه عن الفليكشن الليفر ار هل الليفر ار بتاع الترايسبس عند 90 درجه هو افضل ليفر ار؟ لا لا مال عند كام؟ 180 عند كام يا رجاله؟ 180 عند فول اكستنشن بص كده ده فول اكستنشن ودي الفورس اللي طالعه من مين؟ من الترايسبس بص اللي بقى قام قد ايه؟ طيب بص هنا ده مين؟ ده 90 درجه بص اللي بقى قام قد ايه؟ ايه ده؟ يعني اللي بقى قام عند 90 درجه قليله؟ ايوه طب ما انت لسه قايل لنا ان الطوق عند 90 درجه بتاع الاكستنسور على ما يكون ايه الكلام المتناقض ده؟ ان الفورس في فاكتور ليش الناس اللي فاهمه بقى ما شاء الله احنا لسه قايلين من شويه ان الطوق ايكوالز فورس يبقى عندنا اثنين معطيين حصل ضربهم يديك الطوق طيب لو واحد كبر والتاني صغر مش يعوض اخوه؟ جميل يبقى في وضع 90 درجه بتجد ايه؟ بتجد بص قد ايه؟ حجم الفرصه قد ايه؟ كبيره صح؟ طب والليفر ارم قل بس الفرصه كبرت اكتر طب في وضع الزيرو اكستنشن الليفر ارم كبر بس الفرصه صغرت اكتر يبقى اذا مجموعهم الاثنين في وضع الاكستنشن اقل من مجموعهم الاثنين في وضع الفليكشن 90 درجه يبقى اذا الفليكشن 90 درجه بيديك افضل فوق على الرغم من صغر الليفل ار يبقى لو جيت اقول لك الامتحان عملي ولا شفوي وسالتك اديتك الصوره دي اقول لك ان هو توك اعلى ولا هو اقل؟ تعرف تقول لي؟ طبعا تقول لي التوك في الفليكشن اعلى لان مجموع او حاصل ضرب الفورس في الليفل ار اعلى من مجموع حاصل ضرب الفورس في الليفل ار مع اسمها الاكستنشن لان النقص في الليفل ار اثناء الفليكشن عرضته فرصه كبيره ولكن الزياده في الليفل ار اثناء الاكستنشن لم تعوضه النقص في الفورس تمام يا شباب؟ ايه؟ تاني؟ مش في الساعه 10 بس مش في الساعه 11 مش في الساعه 11 مش في الساعه 11 يوزنج شولدر ماسلز اوفر استيتيوت فور ترايسبس باراليسيس اسمع معايا وركز لو سمحت عيانين الكوادريبليجيا عافاكم الله كوادريبليجيا يعني شلل رباعي يعني اصابه في السباينال كورد على مستوى عالي مستوى عالي في السيرفايكال ريجن يقوم يعمل ايه؟ يديك شلل رباعي طيب الترايسبس تاخد من كام؟ روت فاليو يعني
اصلها جاي منين؟ من سبايدر كول سيجمنت كام؟ بتاخد من سي 6 و7 و8 ملي سي 7. عشان كده دايما بيقول لك التوسيرس سي 7 بايوسيرس سي 5 و6 دلتويد سي 5 و6 ده الاوت فاليو بتاعه. الاوت فاليو يعني يعني الحته اللي هم جاي اصلهم جاي منين؟ من سبايدر كول، لان كله جاي من سبايدر كول. هم جايين من البريكسس يا عصام عصام معاك يا دكتور صح صح عصام معاك كلهم جايين من البلكسس اللي هي البريكر بلكسس والبلكسس جايه منين؟ جايه من سبايدر كورد في الاخر جايه من الانتوير والرماي بتاع السبايدر كورد يبقى اصلهم جايين منين؟ من سبايدر كورد في الاخر يبقى لما اجي اقول لك الفايسبس جايه من سي 7 خلصنا من دي لو قال لك لو عيان عنده سبايدر كورد انجري سي 6 عنده ايه؟ سبايدر كورد انجري سي 6 طيب اما يبقى عنده سبايدر كورد انجري ايه اللي بيحصل؟ كل اللي بعد السي 6 بي ايه بيدمج او كل اللي بعد السي 6 ما بيشتغلش يعني كل العضلات اللي شغاله ان كل العضلات اللي بتاخد من روت بعد السي 6 ما بتشتغلش طب الترايسبس تاخد من كام؟ سي 7 يبقى تشتغل ولا لا؟ مش هتشتغل لان هي اصابه عند سي 6 طب وبعدين؟ طب الترايسبس دي بتعمل البو اكستنشن قال لك والله البو اكستنشن ده بينفعني لما اجي اقوم بص لما اجي اقوم كده بعمل ايه؟ بضغط كده اهو شوف صح؟ اي حد مش انا بس بضغط كده اهو اعمل البو اكستنشن يقوم ايه؟ مقومني صح كده؟ طب عيان البارابليجيا ده اللي عنده شهر رباعي احنا عايزين نقومه وهو عنده الترايسبس مش شغاله فنعمل ايه؟ قال لك نحاول نستفيد من العضلات اللي شغاله طب مين هيبقى شغال؟ العضلات اللي بتاخد من سي 5 اللي هم مين؟ اللي هم الشولدر فليكسو اللي هم الانتيريور فايبر بتاعت الدلتويد والفيكتوراليس ميجور والتحديد الكلافيكولار هيد بياخدوا منين؟ بياخدوا من سي 5 ملي يعني سي 5 ليفل سليم فبيقوم بيدي العضلات بتاعته اللي هم لسه سليم لسه شغالين اللي هم مين؟ انتيريور فايبرز اوف دلتويد وفيكتوراليس ميجور كلافيكولار هيد طب انا لما احب اطوع الموضوع ده هوت لخدمه العيان ده قال لك انا بعلمه او بخليه يشغل ال الكلافيكولار هيد تعمل ادكشن تعمل ايه؟ ادكشن فتشد الارم عليه كده واخليه يشغل الانتيريور دلتويد تعمل فريكشن فريكشن فين؟ في الشولدر فيقوم هو قاعد يعمل فريكشن في الشولدر يحاول بالفليكشن في الشولدر يعمل اكستنشن في الايد بالشكل ده بس مش هيكون اعلى حاجه واطي قوي زي ده هيكون اعلى شويه مثلا لو احنا زي كده يبقى اسهل شويه عشان يقوم يبقى اعلى حاجه عاليه كده هيقوم يعمل ايه؟ يعمل اكستنشن في الشولدر اكستنشن في القلبه عن طريق فليكشن في الشولدر كده هياخد كده اهو هيقوم نفسه وصلت دي؟ وصلت ولا لسه؟ بيعمل فليكشن في الشولدر بالانتيريو دولتويد اللي هي اصلا شغاله لان الانجري عند السي 6 وبيعمل ادكشن في الشولدر بالكلافيكولار هيد بتاع البكتوريس ميجور اللي هي بتاخد من سي 5 ويعوض بيها الباراليسيس بتاع الترايسبس اللي هو مهم بالنسبه له اللي هو بيخليه يقوم بيه. يبقى دي الصوره اللي بتوضح لنا ازاي انا بعمل اكستنشن في الترايسبس بعمل اكستنشن في الالبو عن طريق استخدام الشولدر ماسلز. السوبيليتو ماسل. مين هما السوبيليتو؟ مين هما السوبيليتو؟ السوبيليتو و البايسبس برايمر المصل اللي بتعمل سوبرنيشن هي السوبرنيشن يعني العضله الاساسيه هي ايه؟ السوبرنيشن والسكندري المصل هي البايسبس هي لا بص هو البرايمر المصل هم السوبرنيشن والبايسبس الاثنين مع بعض السكندري المصل هم الاكستنسور بتوع الفور اوت ايه؟ البرايمر المصل اللي بتعمل سوباينيشن هي البايسبس والسوباينيتو الاكستنسور بتوع الفول ارم بقى اللي هم دول كده وهم جا
بيعملوا اكستنشن بيساعدوا في مين؟ بيساعدوا في الصغيرين. المولاكيولا دايز برضه تعتبر سكندري بروناتو وسكندري سوبايناتو. يبقى سكندري سوبايناتوز اللي هم سيلسو بتوع فول اوت ومولاكيولا دايز. برايمري سوبايناتوز اللي هم البايسبس و السوبايناتو المصري. شلك حد نقول له عشان تمنع الالوفليكشن تندنسي بتاعت البايسبس فيقوم يشتغل بس سوبريشن بس. البايسبس بتعمل سوبريشن وبتعمل الالوفليكشن. انا عايز تعمل سوبريشن بس فقال لك ان انت اثناء ما بتعمل سوبريشن عشان تقفل مسمار مسمار صليبة او مسمار مسمار صليبة بتلاقي ان الترايسيبس شغال معاك في نفس الوقت. ليه؟ عشان تمنع الالبو فليكشن تندنسي بتاعت البايسيبس وجربها واقعد دف وحد يحط ايده هنا على البايسيبس من قدام ويحط على الترايسيبس من ورا ويشوف العضله شغاله ولا مش شغاله تلاقيها شغاله. يبقى الترايسيبس والبايسيبس شغالين كسينرجيستس يعني بيعملوا سينرجيستس يعني بيعملوا نفس الاكشن من اتجاه مختلف او من اتجاهين مختلفين عشان يعملوا اكشن واحد. بيشتغلوا اتجاهين مختلفين عشان يعملوا اكشن واحد. فالبايسبس شغاله تعمل الالبو اكستنشن والبايسبس تعمل الالبو فليكشن تقوم قافل عليها الايه الالبو فليكشن بتاعها ويتبقى سوبينيشن. البرونيتو ماسلز قلنا هما مين؟ برونيتو تيرز وبرونيتو كوادريتس. ده دول البرايمري برونيتوز. السكندري بقى الباكي والدارس قلنا والفليكسو والكاور بيديو الدارس والبرمانس كومبس. بعد ما رفع الفليكسو طول فليكشن في الفوق اوت طول فليكشن في الريست. اما بيشيلكو بيعمل معهم ايه؟
بونيشن. هم بيعملوا فلكشن في الريست وهم جايين منين؟ جايين من الميديال انكوزاير وهم بيتحركوا بياخدوا معاهم مين؟ فلكشن. هم بيتحركوا بياخدوا معاهم بونيشن. يبقى الفلكس وقطوع الارض بيساعدوا في ايه؟ في البرونيشن. بس بيساعدوا في الكلام ده الاساسي. اساسي مين؟ والليتوكارديالس والفليكسو ايه؟ كارديالس. طيب مين العضله الاساسيه اللي بتعمل البروتوكارديالس ولا التيرز؟ التيرز اقوى من الكوادريكس. التيرز ايه؟ اقوى من الكوادريكس. البروتوكارديالس تبقى شغاله في كل اي بونيشن سواء عالي او سواء قليل، يعني باور فول بونيشن او سمول بونيشن البونيتو كوادريتس بتبقى شغاله. اما البونيتو تيرز بتبقى شغاله فين؟ في الباور فول بونيشن. دي البونيتو تيرز بس كمان من ده الكونتاين تمسك في الميد شافت بتاع الريديوس دي البرونيتو كوادريتس. اما تشد الايه؟ اما تشد الريديوس على اما تعمل برونيشن عيد تاني يا دكتور معلش. نعم. عيد تاني النقطة اللي قلتها. السوباليشن فورس أو السوباليتو فورس أقوى 20-30% من مين؟ من البرونيتو. من البرونيتو فورس. في صورة لك عايز أوريها. يعني مبسوط بقول لك أنت هتكمل بيت النهاردة. السوباليتو أقوى منين؟ من البرونيتو. وعشان كده لما تجيب واحد اعصر او اشوك احنا الاول بص هو احنا اما بنقفل اما بنقفل مسمار صليبه بنقفله ازاي؟ اتجاه عقارب الساعة صح؟ لا عكس عقارب الساعة قارب لا اتجاه عقارب الساعة لا ما مش هم 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 تمسك ايه؟ بص هتمسك تمسك المفك وتلف انت اتجاه عقارب الساعه. بص على نفسك كده اي حد فيكم بيربط مسمار بيفك بيفك صليبه بيلف بيلف اتجاه عقارب الساعه ولا لا؟ اتجاه عقارب الساعه. اتجاه عقارب الساعه ده سوبينيشن ولا برونيشن؟ سوبينيشن. كلام جميل. لو جبنا واحد اعصب او اشهر وعايز يربط مسمار صليبه هيربطها ازاي؟ برونيشن. عكس عقارب الساعه صح؟ بيده الشمال هيعمل برونيشن ازاي عكس عقارب الساعه؟ مع عقارب الساعه بس هيعمل هو هيعمل ايه؟ هيعمل بالبرونيشن. هيعمل برونيشن. فقال لك اخويا الاعصر اهوت بيستعمل ايده من اليمين على الرغم ان هي مش الدومين انت هاند عشان يربط المسمار. طب ليه؟ مش السوبينيشن. السوبينيشن عشان السوبينيتو مصلز اقوى من البرونيتو. فعلى الرغم من الراجل اعصر او الكومنت هاند بتاعته هي الشمال الا انه بيستعمل اليمين عشان يربط المسمار. ليه؟ لان السوبينيتو مصلز قوتها
اعلى من بوليتو مصر. هي الوصفه دي تقريبا خالص اطفال كده. ماشي يا شباب. ده حبك. ده حبك. اديني واحده سنكيو.